خاضت ساكنة حي المسيرة الصفيحي بالمحمدية مساء هذا الأحد الثالث من فبراير الجاري مسيرة احتجاجية حاشدة ضمت خاصة المتضررين من القرار الأخير القاضي بحرمان. وحسب ما جاء في بيان للساكنة توصلت محمدية بريس بنسخة منه والذي جاء فيه إقصاء الآباء والأمهات الأرامل من عملية الاستفادة بداعي غياب الأسرة. لك سيدي المرأة الأرملة ما تستافدش، هي حياتها كلها دوزتها تما، بوديسه ديال الماء كتضل عليها هي وولادها حياتها. انت وحده من الارامل؟ وحده منهم، انا وحده منهم. وقال لك اسيدي ما نستاف، ما فهمناش اسيدي علاش هادشي. المراه الارمله مات فين غتمشي؟ تمشي لدار العزازه. اقصاء الشباب المتزوج بعد عام 2010. الامر الثاني هو الشاب دابا اللي تزوج 2010، جابوا لنا واحد الالتزام اللي هو غير قانوني وما تنصش عليه القانون بالبتة، وقالنا الشباب غادي يسين الالتزام علاش باش ما يتزوجش. إقصاء العديد من السكان الأصليين بداعي غيابهم عن الإحصاء، غياب أي تسهيلات في الأداء وخاصة مسألة السلف التي ستخضع لنسبة الفائدة المعمول بها وطنيا، تحديد المبلغ المؤدى على البقعة في 4 مليون سنتيم زائد مصاريف الموثق. المسيرة الاحتجاجية الغاضبة والتي اعتبرها المحتجون بمثابة الإنذار الأول للسلطات الترابية بالمحمدية جابت عدد من الشوارع والأحياء وانتهت بشارع الحسن الثاني على أمل العودة إلى الاحتجاج في أقرب الآجال ما لم تبادر السلطات بالمحمدية، وكما يقول المحتجون بالوفاء بالتزاماتها وواجباتها. لا علاش اللي ما تستافدش؟ لا خاصة هي تستافد، ما عندهاش الحق؟ لا عندها الحق، هي خاصة تستافد. ايوا اذا عز شنو الرسالة اللي توجه للعاملة ديال مدينة المحمدية؟ اش تقولي لها؟ اش تقولي للعاملة ديال المحمدية بهذا الشأن هذا؟ اش تقولي لها؟ الأرملة خاص المرأة الأرملة هي تستافد، حتى هي ما تضيعش. هذه الرسالة الأولى، هذه المسيرة الأولى، وما كنقيناش ماشي هذه آخر رسالة وماشي أول رسالة، هذه اللي عطيناهم واحد شوية وريناهم المسيرة أشنو تتسوى، أما تيقول لك لا ولاو دابا شي يقولوا لي لا، ولا بقيت تقول لهم لا الأرملة غتستافد وتقول لهم لا. والباشا ديالك والشاب ديال مرسي وكاملين ما غاديش
ياك الله يجازيك. حنا دابا دولة المؤسسات، إذا كانت دولة المؤسسات راه فيها واحد المبدأ اللي سميتو استمرارية المنفذ العام. كان داد العام اللي مشى قال لنا عادة الكالة، قال لنا الشقة، قال لنا كل عامل الحالة المدنية غيستافد. دابا علاش قلبوا علينا؟ شكون الكذاب، حنا ولا هما؟ حنا دابا بغينا الشباب ديالنا يستافد، بغينا العرام يستافد، وبغينا عادة الكالة بلايصنا بالنسبة للناس اللي يلاه اللي باغيين يبقاو، وبغينا اللي من وراء 2010 إن شاء الله تعالى. I'm gonna go!
ماشي بولي تستخدم البراكة لا ماشي عامل تستخدم البراكة لا بابا عنا هنا بابا عنا هنا تعال الشعب تعال الشعب ولا عاد يسكت ولا عاد يسكت ساكنين وواقفين في السكت يا رب يا رب فلوسكم توما